الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما إمام زماننا وولي أمرنا الحجة ابن الحسن المهدي، أجل الله تعالى فرجه وسهل الله مخرجه وجعلنا جميعا من أنصاره وأعوانه والممتثلين لأوامره. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يديم علينا نعمة الصحة والسلامة والأمن والإيمان، وإن لا يسلبنا نعمة جوار أبي عبد الله الحسين في الدنيا ونعمة شفاعته في الآخرة، وأن يعجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. هناك بعض الأمور الاجتماعية العامة التي تستفاد من الآيات السابقة، نذكرها ثم نتمم البحث إن شاء الله. الأمور الاجتماعية العامة اللي تستفاد من الآيات السابقة أنه كل مجتمع يحتاج إلى معلم وإلى مربي، وخصوصا في المسائل العبادية، وخصوصا المسائل الأخلاقية والسير والسلوك إلى الله تبارك وتعالى. ولابد هذا الرجل أو الشخص أو المعلم والمرشد أن يكون متصلا بالسماء حتى تصح النصائح، وإلا يمكن أن لا يكون فيه الرشد والرشد، بل ربما يكون فيه الغي. المسؤولية في الشخص الذي يتصدى للمسؤولية، وخصوصا في طلب العلم، المسؤولية بشكل عام وطلب العلم بشكل خاص باعتبار هل أتبعك، لا بد أن يكون المسؤول والمتصدي للمسؤولية عارفا بنقاط الضعف والقوة وينبه عليها. إنك لن تستطيع معي صبرا، أشار إلى نقاط الضعف اللي موجودة، وهذا من الأمور المهمة. المرشد، المعلم، المسؤول، المتصدي أن يعرف هذه الأمور. تفاوت الظرفيات في الأفراد مما يوجب عدم تحمل الآخر. لو علم أبو ذر، في بعضها عمار، يعني لو هؤلاء الأفراد الذين هم في القمة، ورد عنهم الحديث في قمة الإيمان، لو علم أبو ذر ما في قلب سلمان، شنو كان يسوي؟ يقال أنه مرة بهلع ونوع جزع جاء أبو ذر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان خلف يأتي سلمان، فقال: يا سلمان، رفقا، على كيفك وياه، على كيفك. أبو ذر كان يجي في صورة الهلع والخوف والجزع وشكل عجيب، قال له: على كيفك وياه، شوي دير بالك عليه، نتخلي يتسبب لك في مشاكل. فيمكن
طبعا في قضية خاصة هسه كتاب نفس الرحمن في أحوال سلمان ذكرت تلك القصص وتلك الخصوصيات، أنه يدخل عليه وإذا يشوف لفرد جدر على النار بعد ما أخذ يفور هذا الجدر شاف ما عنده فرشي يدير ما فيه يخوطه يعني باصطلاحنا، فدخل ايديه وشوية قام يخوطه، شنو هاي؟ هذا ديفور، المي ديفور بكل حرارة، هذا يدخل ايديه، شو قضية طبيعية. وإذا في الأثناء اللي يتحدث فمر سرب من الطيور فأشار سلمان إلى واحدة، هاي شو تقلبت بالهواء وانتفش ريشها إلى أن سقطت أمام سلمان مشوية في طبق، صارت من الهواء هاي قامت تتقلب ريشها راعي شوية شوية، لما وقعت جوا صارت مشوية. قال له رفقا على كيفك وياه، مو شكل تطلع ذني سوالفك اللي تعرفين. فيتبين أنه بعض الأمور الباطنة، بعض الأشياء اللي واحد يعرفها ودائما فلتات، قد تصير فلتات. الله سبحانه وتعالى يريد يطلع واحد على شخص آخر، ذاك على لاهي تيسوي لفر الشغلة، وإذا واحد يشوفه فينقل، وإلا إذا هو يريد يتصدى لي بيان كراماته وإمكانياته اللي الله مطيه، يا لابد هذا يعرف الموازين بشكل دقيق اللي يكون في مرتبة العصمة أو يتلو أو تالي تلو العصمة مثلا. وهذه أمور صعبة ومشكلة حتى لا نبقى فيها نصل. لا رشد بدون الصبر ولا علم بدون الصبر، إنك لن تستطيع معي صبرا. أنت جاي تقول تعلمني وتريد رشدا مما علمت، رشدا تريد تتعلم وتريد الرشد. التعليم والرشد، العلم والرشد اثنيناتين في ظل الصبر، بدون صبر ما يصير. كثير من موارد الجدل في المجتمعات سببها وأساسها عدم المعرفة. واحد يتصرف له فتصرف، يتكلم فتكلام، الآخرين ما مطلعين على حقيقة الأمر وعلى الأسباب، تثار مشاكل في المجتمع. بعدين لما تتبين الأسباب لا يتبين هاي الشكوكات كانت في غير محلها. إذن الإحاطة والاطلاع على الأمور توجب عدم مسألة الجدل وتعطي للإنسان قوة الصبر. لا بد من الاستمداد الغيبي إن شاء الله، إنك لن تستطيع. إخبار غيبي غيب جازم، أخبره إخبارا غيبيا جازما، لن تستطيع معي صبرا. قال له ستجدون إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك إن شاء الله. بالاستمداد الغيبي، لا بد من الاستمداد الغيبي، فلذا قبل لأنه استمد من الغيب بإن شاء الله. أما أن يعتمد على حافظته، على ذاته، على نفسه، على مقاماته، على قدرته، هذا ما معلوم شلون ينزلق انزلاقه من هاي التمام. بعدين بالصبر واللطف يحصل الرشد والرشد والهداية والوصول إلى الهدف. وجوب طاعة المعلم والقائد في مراحل التعليم، ما دام المعلم والقائد في مورد ثقة دينية. إعطاء التعهد والالتزام بالمواثيق في مجال التعليم، اللي يريد يتعلم لابد أن يلتزم بمواثيق التعليم. عدم العجلة في السؤال حتى تنتهي المرحلة أو ينتهي الدرس على الأقل، خلي هذا الدرس ينتهي أو المرحلة تنتهي حتى تثار الأسئلة وتأتي الأجوبة. وهم الرجل قال له لا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى، أنا بعدين أذكر لك الأشياء.
فلا بد أن لا يكون عجلة إلا بعد أن ينتهي الدرس أو تنتهي المرحلة. لا بد للأستاذ من البيان وقبول التعليم. إذا واحد عنده علم وعنده مجال لازم يقبل، يدرس الآخرين، يبين الآخرين، يرشد الآخرين. كذلك إذا صار أستاذ لا بد عليه أن يطرد الشبهات التي تحصل من الدرس أو خارج الدرس من في ذهن الطالب. الشبهات لا بد أن يطردها. العلم ليس هو الهدف الوحيد، بل لا بد أن يصل إلى مرحلة الرشد والكمال، وذلك لا يكون إلا بالعلم. هذه بعض الإرشادات ما يرتبط بالآيات السابقة، الأمور الاجتماعية العامة اللي يمكن أن نستفيد منها. قلنا كل ليلة نذكر بعض الأمور الاجتماعية حتى لا نأخذ الوقت فيه. الآن وصلنا إلى أنه بين السبب في خرق السفينة. وهو اللي بين السبب، خلاص احنا بعد هل لنا ان نفعل ذلك؟ ما فعلته عن امري. بعدين قال لا، انا ما فعلته عن امري، هي اوامر غيبيه، اوامر الهيه. ذولا اموالهم معرضه للتلف، معرضه للغصب. اذا واحد صار في المجتمع مسؤول على المجتمع من قبل الله تبارك وتعالى، ولو باطنا، ولو الناس ما يدرون به، اللي هاي مقام الإمامة، مسؤولية الباطنية أكثر منها من المسؤولية الظاهرية. مقام الإمامة إدارة البلاد والعباد، إمام على الزمان، إمام على كل شيء. فله جانب الخضر، له جانب من هالجوانب ومن هالمسؤولية. فرأى أن الله عز وجل، ربما هاي إشارة إلنا أيضا، أن حفظ الأموال المعرضة للتلف، يعني الأموال المعرضة للغاصب، إذا نستطيع بطريقة من الطرق أن نحفظها لا بأس بها، لكن نحن غير الخضر، ندور في الدائرة الشرعية المجازة. إنه إيش قد إحنا مجازين بالمقدار اللي مجاز إلنا، ندور في فلك التشريع. أكثر من هذا ما إلنا حق أن نخرج عن فلك التشريع. ومنه يعرف أنه إذا جاءت أو احتمل أو عرف القائد وعرف المربي هناك موجة فساد، موجة غصب، موجة إيذاء للمجتمع، موجة تلف أموال للمجتمع، إذا عرف من طريق من الطرق، ولو من الطرق الغيبية، ولو من طرق الجواسيس اللي عنده، إذا عرف ذلك يسد باب الفساد، يسرع في سد باب الفساد لئلا يحصل هذا الفساد. هسه نروح على الآية الثانية اللي يتحدث بعد أن بين مسألة السفينة، بين مسألة الغلام. وأما الغلام، سبحان الله، يعني بعض أوقات الإنسان من يعاين إلى التفاسير ما يدري شي يصدق. بعض التفاسير تقول أخذ للغلام ورقع راسه بالحائط، طشر راسه، شقر راسه. زين، هذا ما أدري، بعضه يقول جره قدام الصبيان والأطفال وذبحه. زين، هذا هم موجود. بعضه يقول مثلا أنه وكزه، ورد في حديث صحيح، وكزه، ضربه ضربة واحدة، ضربة قاضية كانت فيه حياته. هسه بالنتيجة تارة مسبب الأسباب من غير سبب، مسبب الأسباب هو، فد واحد يصعد فوق العمارة
يقول له للملك اللي حافظه وخر عنه وخر، وإذا يطيح من فوق لجوه يتكسر وينتهي. أكو ملائكة دا يحفظوا، على بعض الروايات 6 من الملائكة أقل أكثر، وفي بعض الأقوال كل واحد 26 ملك مسؤولين عنه، داير مداير سمع لنا بالعدد هذا في بحث الملائكة يبحثوه. واحد تجي سيارة والطيرة، واحد تجي مفخخة والطيرة، وكلها تعددت الأسباب والموت واحد، هو بالنتيجة يموت ويروح إلى عالم آخر لأسباب مختلفة. بس يذبحه يقتله يوكزه يخنقه، سوى النتيجة لازم يموت، هذا بطريقة من الطرق يموت. إذا هو صبي أو شاب وكل شيء ما بيه، بطبيعة الحال قابل للبقاء والحياة هذا، وإذا قابل للبقاء والحياة ومو ينفخ عليه نفخة ويموت، لا بد يصيبه فرد حادث ويموت. هذا كان مسؤولا، الخيبر كان مسؤولا على إماتة هذا، أن يكون مظهر المميت في الواقع الفعل فعل الله وهو فعلنا، احنا نسوي الأفعال، لكن القوة والمدد وكل شيء هو من الله جل وعلا، يسبب الأسباب بهذه الطريقة. وأما الغلام، تعرف السبب شنو؟ قل له بلي، أنا قلت لك نفسا زكية بغير نفس، الظاهر هالشكل كان. قال له لا، هذا مشكلة وجوده، بقاؤه يتسبب ثلاثة يدخلون النار، مو من الرحمة الإلهية. شوف هاي النقطة الأولى اللي بدأتها الآية، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، يعني عمله اللي يقوم به مستند إلى شيئين، مستند إلى علم إلهي ومستند إلى رحمة. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، الله يحبهم ذولا، المؤمن الله يحبه زين. وأما الغلام أبواه، ذول المؤمنين الله يحبهم، شنو صار؟ فخشينا، الله فما يخشى، فهذا نسب إلى نفسه، وهاي الخشية تعبير أخلاقي، وإلا هو يعلم بذلك، أعلمه الله بذلك، وإلا واحد يخشى على، يحتمل أنه هذا يتسبب للكفر، والاحتمال هذا مو منجز، ما يكفي هذا الاحتمال، هاي فخشينا اطلاع رباني، أطلعه الله على ذلك، هذا تعبير أخلاقي. فخشينا أن يرهقهما، هذا يغشيهم يغشاهم يعني طغيانا وكفرا، يجيهم طغيان والطغيان يجرهم إلى الكفر، والكفر يجرهم إلى النار، يجرهم إلى الجحيم، من الإيمان يتبدلون إلى الكفر، لاحظتوا؟ وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، حبينا بقاء الإيمان في المؤمنين، حبينا بقاء ذولا، قلنا لهذا الرجل روح اقتل هذا الله سبحانه وتعالى هو المالك، وهو المالك هو المتصرف، وتصرفه يدخل تحت ضمن العدالة والحكمة، فإذا كانت هناك عدالة وكانت هناك حكمة لا محل للإشكال، ولا شك أن هذا العبد الصالح أيضا فعله مطابق للعدالة ومطابق للحكمة الإلهية، من بدال ما الله سبحانه وتعالى يسخر هذا الغلام يروح بالبحر يغرق، من بدال ما يصعد فوق عمارة يسقط ويقع وهو يتسبب له بالموت،
تسبب أن سلط عليه هذا العبد الصالح. هذا العبد الصالح يد الله، فعله فعل الله، أراد الله إماتة هذا العبد. أكو واحد يعترض على الله؟ وأنت تتصور أن هذا هو فعل ذلك، بعدين شنو قال له؟ وما فعلته عن أمري. أنت لما تتصور فعل هذا 20 إشكال راح يجي عندك، أنا يصير أفعل هذا أو ما يصير أفعل هذا. كل المسألة مطوية في نقطة واحدة، أن هذا العمل كان ينبغي أن يكون باطناً فظهر فسبب الإرباك. هذا العمل اللي يقوم به الخضر هذا باطن، أمور باطنة ما حد يدري بيها، الله مسخره أن يعمل فد أعمال ما حد يدري بيها. هذا العمل الباطن، الأمور الباطنة يعني القوانين الباطنة، التكيفات الباطنة، الظرف الباطن، ظرفها ظرف باطن، إذا ظهرت احتفظت بظرفيتها؟ لا، لما تظهر يبدو عليها علامة الإرباك، يصير إرباك. الأمور الباطنة ما دامت باطنة الناس ما يدرون، الناس ما يدرون، فتنوب هذا الطفل مات، يصير مشكلة؟ ما يصير مشكلة. أما اطلع على هذا العمل الباطني موسى صاحب الشريعة، اطلع عليه، فالعمل انتقل من ظرفه الباطن إلى ظرف آخر جديد، فأوجب الإرباك، فأوجب عدم القبول، أوجب عدم التطابق مع الشريعة، وإلا هو مطابق للحكمة الإلهية، خلاص أراد الله ذلك. فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، بعدين شنو؟ فأردنا أن يبدلهما ذول الوالدين. منو ربهما خيرا منه؟ احنا اردنا هذا الفعل نسبه الى نفسه، وان كان بالاخير نسبه الى الله، بس لان هذا الفعل يتناسب مع المباشر ما يتناسب مع السبب، المباشر الاقرب هو اردنا ان يبدلهما. ليش احنا قتلنا؟ اردنا الله يبدلهم الذول الاثنين بشنو؟ خيرا منه. هذا ما كان خير فيه، هو اساسا ما كان خير فيه، ولكن بعض اوقات التوسعه الاجتماعيه فد واحد حتى لو ما فيه خير لما يقاس بغيره يقول هذا احسن من ذاك، رب السجن احب الي مما يدعونني اليه. اللي يدعو اليه موزيا، السجن هم موزيا، لكن لو قايس السجن بما يدعوه يصير أحب. لاحظت بعض أوقات التوسعة، وإلا هذا ما فيه، الغلام اللي قتل ما فيه خير، راح يعطيهم خير منه زكاة أطهر من ذاك، ذاك ما فيه طهر، ذاك فيه كفر، هذا راح يجي طهر. أقرب رحمة، يكونان بسببه حسب التفسير أقرب إلى رحمة الله. يتسبب هذا الشيء، يعني الله سبحانه وتعالى أخذ وأعطى، أخذ واحد غلام موزيا أعطاهم بداله خير. لا يقال اللي أعطاه بنية، يعني البعض هاي المسألة أساسية عنده، أنه شلون أخذ ولد والولد الوحيد اللي ذول كثرة حبهم وتعلقهم بهذا الغلام الوحيد بحيث إذا جرهم إلى الكفر ينجروا إليه. خشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا،
صدق يجرهم للكفر إذا يبقى هذا. صحيح هو ولد راح أعطاهم ابنية، وليس الذكر كالأنثى، وقالت وليس الذكر كالأنثى، والله أعلم بما وضعت هناك. هناك ذلك ورد في الروايات أنه الله أعطاهم خير، وهذا الخير ابنية، وهذه البنت ولدت 70 نبيا، يعني صار من نسلها 70 نبي من أنبياء بني إسرائيل. مو خير هذا؟ صدق خير هذا. فالفعل الثاني هو قتل الغلام، برره الخضر، أردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما، لأن هذا يتسبب إلى كفرهم ويتسبب إلى دخول النار. ليش نخليهم يدخلون النار؟ هاي مو رحمة من الله عز وجل أن يأخذ الغلام. صحيح هم ربما يتأذون، راح يبكون، راح كذا، لكن هاي أمور في الدنيا وتنتهي. أخذ هذا ضمان لآخرتهم، ضمان لإيمانهم، لأن الله يحب المؤمن، يحب أن يدافع عن المؤمن، يحب أن يبقى إيمان المؤمن، المؤمن يبقى على إيمانه، يحب هذه الجهة، فيتسبب لها بأسباب مختلفة، وهو المالك المطلق لرقاب الناس، يفعل ما يشاء. فسلط هذا الغلام، فسلط الخضر على هذا الغلام فقتله. شو تقول يا جناب نبي الله الكريم، أيها الكريم، شو تقول بهاي المسألة؟ هسه هذا احنا يرد علينا الإشكال اللي هناك ذكرته، تعاركت ويانا وقيل. هسه احنا بناء على اللي قاله، واحنا ما نريد نحمل المسؤولية عليه، لا، بناء على الذين قالوا أنه ستأتي في بعض الروايات أخذ بتلابيبه وجلد به الأرض في هذا العمل، قال له هسه يسور قعدتني بالقاع وسويت لك هوسة علي، يسوى هسه شفت القضية عرفتها؟ قال له لا والله، خوش عمل هذا، إذا الله مسلطك عليه وهذا كافر يوجب الكفر لهما، خلي يقتل واحد، خلي واحد يدخل النار أحسن من 3 يدخلون النار. وبعد مو إذا هذا يبقى ما يخرج من نسله إنسان آدمي، ولا آدمي يطلع من نسله، وإحنا نطيهم فرد وعد ابنية 70 نبي يطلع من نسله، مو أحسن؟ يا نبي الله، يا كليم الله، شو تقول؟ لا والله، خوش فعل، تبرير في محله. فلذا الحكيم يفعل فعلا مطابقا للحكمة، وخصوصا إذا كان متصلا بالله تبارك وتعالى. فهذه بعض العجائب اللي تجي تكملة إن شاء الله. هذا بعض العجائب التي رآها موسى الكليم وما كان يتحمل منها أكثر. رحم الله أخي موسى في الرواية، لو صبر كان ينقل لنا عجائب كثيرة، 1000 من العجائب كان يشوف، 1000 من العجائب كان قصصة توصل لنا هسه مو في القرآن، مثلا في الحديث كان توصل فرد مجموعة من القصص، الاستكشافات لهذه الأمور الغيبية. بالنتيجة هذا المقدار من العجائب أبهرته، أعجبته، ظرفيته كان هو هذا، كل واحد حسب ظرفيته. بينما نرى أن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام هو مظهر العجائب، هو وجود أعجوبة، مظهر العجائب ومظهر العجائب جمعت فيه الأضداد، فلذا قلت له الأنداد. بل مو هو،
بعض تلامذته. ما اريد اعبر صغار تلامذتي، لا، كبار ذولا، اعاظم ذولا، عظماء ذولا. وان كان بالنسبه لامير المؤمنين قلامة ظفرهم، بس في نفسهم بالقياس، ان لا، هم كل واحد منهم كان مظهر ومظهر للعجائب من اصحاب امير المؤمنين. رشيد الهجري الحكومة ألقت، أمرت بإلقاء القبض عليه. شيخ عباس القمي رحمه الله في منتهى الآمال في الفصل اللي يرتبط بأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ناقل هذا، لاحظوا هناك في فصل رشيد الهجري: وإذا أبو أراكة الشيعي في الكوفة، ابن اللي شوية قلبه يخاف، وإذا يجي رشيد الهجري دق الباب عليه: أرشيد أنت؟ قال له إيه. هو مو رشيد أنت يعني يريد يسأله، ده يتعجب يقول له: ليش جاي يمي؟ يقول له: مو عليك القاء قبض، إيش عندك تجي يمي؟ تي تورطني؟ هذا معناته. أرشيد أنت؟ قال له: إيه بني، شو ما تفتح الباب من طم جوا، يلا تفضل. خلاه بالغرفة مثلا باصطلاحنا، جاب له في الضيافة، لو كان بهاليوم مثلا كان يجيب له شاي وشربت مثلا، شنو المناسب بذاك اليوم. طلع قفل الباب عليه، أغلق الباب وطلع، راح يتجسس في سكك المدينة، شوف أنه الناس دي يحجون: رشيد إجا بيت أبو أراكة. إذا قالوا رشيد بيجا بيت أبو أراكة، يقول له: مولانا بلي ببيتي، تفضل، حتى لا يصير القاء قبض عليه، حتى يأخذون رشيد إله لا يصير شيء عليه. هو يسلم رشيد سالما غانما إلى الحكومة، خلت عدمه، هو لا يصير عليه شيء. هذا بعد كل واحد مقدار ظرفيته. راح إلى أن وصل مجلس بن زياد، جلس جانبا، وإذا رأى رشيد قد أقبل، كان قد أغلق الباب، قافلها عليه، ونزل ابن زياد حتى يستقبل رشيد، نزل من على عرشه وكرسيه. ابن زياد استقبل رشيد وضمه إلى نفسه وأمر بالطيب، دهن العطر الطيب، أن تدهن لحيته. ذاك اليوم مرسوم كان الإكرام لإكرام الضيف دهن العطر الأصلي يجيبون. وأقبل إليه وترك الناس: يا عمي ما ندري صاير صلح وصفاء بيناتهم، وإحنا ما ندري بالقصة شنو حسبالنا بعده. إلى أن قام رشيد بعد ساعة وودعه ابن زياد ومشى خلفه خطوات، رجع أبو أراك يقول: هش أنا قمت جيت، سقط ما في يدي، قمت جيت شفت لا الباب بعده مغلق، فتحت الباب هذا قاعد جوا. قلت له: أرشيد أنت؟ يو ذاك رشيد. قال: هو أنا ذاك. بالله عليك أنت طلعت جيت للمجلس بن زياد؟ قال له: إيه. قال له: وأنا قافل الباب عليك؟ قال له: إيه. قال: خلاص صالحته؟ قال: لا ما صالحنا، شنو السالفة؟ قال: رآني بشكل شيخ من شيوخ أهل الشام يعرفه ويحترمه، بيناتهم علاقة مبادلة، مبادلة تود واحترام. هذا إذا كان رشيد اللي هو واحد من تلامذة أمير المؤمنين ومن أصحاب أمير المؤمنين، له القدرة أن يتصرف هذا النحو من التصرف. فلا تعجب إن قيل في الكتب المشهورة، قالوا أن
جاء سلمان أبو ذر عمار المقداد شوية شوية اجتمعوا جماعة، كل منهم كان يقول في الأمس الماضي كان علي عندي. قال له لا بيتي كان، ذاك قال له بيتي، ذاك قال له بيتي. صار العدد وصل إلى 40. قوموا بنا نسأل النبي صلى الله عليه وآله، قال كان علي عندي. جاء جبرائيل، اللهم صل على محمد، جاء جبرائيل فقال إن الله يقول كان علي عندي. 40 على الكتب المشهورة والمعروفة الرواية، في مخازن اللآلي الرواية ينقلها يقول 70 مو 40. مظهر العجائب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه على هذه من بعض شؤونه. نسأل الله العلم والمعرفة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.